تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. كما كتشوفوا متبعي الاعزاء، هذه راه من احسن المعزات اللي عندنا هنا في المزرعه ما شاء الله، معزة ممتازه راه ولدات لينا دابا توأم ما شاء الله. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. متبعي الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده في احسن الاحوال. نشكركم الاخوان الدعم ديالكم والتشجيع. تشا اخوكم عبد الحميد، شي تعليق زوين ولايك بارك الله فيكم. ما شاء الله الاخوان راه بديت كنعطيهم العلف هنا في الكوري، مابقيتش كنديهم الصاله ديال الحليب لانهم بداو كيولدوا وما نقدرش نديهم تما غيولدوا لي الصاله ديال الحليب، ويعني غادي ماشي مزيان ليهم باش نديهم الصاله ديال الحليب. تما مع دوك البيبان صغار الاخوان كيكونوا مزاحمين تما فاش كيبغيو يدخلوا باش نعطيهم الماكله تما في الصاله ديال الحليب. هذا فكرتها الاخوان، وليت كنعطيهم الماكله هنا العلف، كنعطيهم العلف والونسيلاج هنايا في الكوري. هادو مازال ما والدينش، والعلف الاخوان اللي كنعطيهم راه هو هذا خرطال الاخوان، كما هاد الكميه ديال 700 غرام تقريبا. بنت ليا واحد المعزه ما شاء الله اللي هي كتولد الزريبه، كنخرجهم لهاد الزريبه الاخوان، تنعطيهم الماكله عاد من بعد كندخلهم باش كيدخلوا مره كما كتشوفوا كيعلفوا. انا راه ما مزاحمينش، راه دايرين لهم هنا الوكالات اللي كافينهم 11 وكاله، وكاينه 200 راس، يعني راه كل وكاله كتعلف فيها 20 راس واكثر. كنكتب لي واحد الاخ واحد التعليق قال لي راهم مزاحمين تمايا الماز، ولكن هانتوما الاخوان كما كتشوفوا راه ما كاينش شي ازدحام هنا بيناتهم. المعزه ما شاء الله راه هادي راه من احسن المعزات اللي عندي هنا في القاطع، معزة منتجة للحليب، عندها الدرع ما شاء الله. اللهم صل على الحبيب. هاد المعزة هادي مثلا تولد توأم، شوفوا شينات ولا ذكور، راهم في صحة جيدة كما كتشوفوا. غير هو المعزة الاخوان راه ضعيفة بعد ما ولدات، ضعيفة في الصحة ديالها، وهذا كيبقى كلشي من الأكلة الإخوان. راه الأكلة عندها واحد الدور كبير، يعني بالخصوص في فترة قبل الولادة خص يكون المعز مهلي باش ما كتبانش عليهم هاد الضعفية وهاد الولادة هادي. ولكن هادشي هو اللي عطا الله الإخوان، أنا كندير داكشي اللي في الجهد ديالي، كنحاول نتهلا فيهم ما أمكن، ولكن مول شي ما كيبغيش يعطيهم شي علف يكون يعني منتج للحليب، يعني اللي كي بسم الله هذا ذكر. نشوفوا هذا كذلك شنو غيكون، انثى ولا ذكر؟ انثى، ولدت انثى وذكر ما شاء الله. نبعدهم على هذا شاركوا هذا، نخليها معاهم هنا تردحهم. والله نديها لهيها الاخوان واحد البلاصة فيها التبن تما، عجولة ما شاء الله. حطوها هنا في المكان هذا احسن، فرش ليهم. هذه راه معزة راه الولدة ليها الثالثة ولا الرابعة، يعني راه غادي تجي تابعني. Ha 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 ha!
هذه كون كانت مهلية بالعلفان الاخوان غيكون الدرع كثار من هذا الشكل ديالو، غيكون كبير اكثر من هكا كما كتشوفوا. هذه معزة ممتازة كذلك الاخوان ما شاء الله. غيبقاو هنا في الزريبة ما باغيينش يدخلوا. كاع عمري ورا موشي الاخوان ما كيبغيش نعطيهم العلف، كل عطيهم غير لونسيلاج هنايا في هذا الكوري هذا، ولكن انا كندير شغلي. ومول مول الشي دابا مبقاش مسكين كيخرج دابا، راه مشاعيا مسكين مبقاش كيقدر يخرج. هانتوما راه كلهم بقاو لتحت وعندهم هنا الوكالات، عندهم اتساع هنايا. شوف الاخوان راه عندهم اتساع هنا، عندهم هنا الوكالات زايدين. كل اكثر ديال بقاو تحت هاد المشين نضروهم يطلعوا الفوق. دابا لا خليتهم كلهم هنا لتحت الاخوان، ملي غيكملوا العلف هنا لتحت غيطلعوا الكوري للفوق، غادي يتزاحموا تما على العلف. ولا ما خصهم يكونوا يعني متفرقين على جميع الوكالات، باش ملي غيساليو العلف غيساليو في مرة. فينغا فامو فينغا. كسيبة راه ملي نعطيوها الماكلة ضروري ما خصنا نراقبوها، ماشي غير نعطيهم الماكلة ونزيدو نخليهم. شوفوا ربما شي وحدة ما كتاكلش ولا شي وحدة مريضة، لأن ما شاء الله القطيع كبير. شي وحدين هنايا من بعد من هاد دوز واحد جوج سوايع ولا ثلاثة ولا نعطيهم لونسيلاج، لونسيلاج ديال الجلبانة. ودابا راه موالفين يعني على العلف، واخا نعطيهم تاكلوا وحده اكثر من الاخرى ما عندنا حتى مشكل. هي في الاول فاش عاد نبداو نعطيهم العلف لا ما كانوش كيعلفوا واحد المده، وبدينا نعطيهم العلف اللي خصنا نبداو نعطيهم العلف واحد الكميه قليله، ونبداو نزيدوهم غير بالتدريج. نبداو لهم بواحد 200 غرام ولا 150 غرام، ونهار على نهار بداو نرفعوا لهم من ديك الكميه 300 غرام 400 غرام حتى نوصلوهم لديك 700 غرام ولا حتى الكيلو، ماشي مشكل يعني بالتدريج راه ما غاديش يتصاوب الانسان. هذا هو علاش كنت كنعطيهم في الصالات الحليب في الايامات الاولى، باش ما كياكل واحد الكميه قليله، كل وحده كتاكل الكميه اللي كتجي فيها نقولوا.